من الخزعبلات التي روجها اعلام العسكر ان السيسي قوي جدا وحاكم من حديد. قلبي الاسد. لكن بالبحث اتضح لنا ان السيسي طرطور ومالوش علاقه بالحكومه ولا بعينها ولا بيشيلها اصلا، وان عبد الناصر قبله وكل حكام مصر العسكريين كانوا طراطير. تعال نبدا بزعيم العسكر السيسي بن حاره اليهود القوي الشديد قوي، الذي اختار اول رئيس لحكومه العسكر بعد الانقلاب كانت السفيره الامريكيه. وتعالوا نقدم الادله. اول اسم تم اختياره رئيسا للحكومه بعد انقلاب العسكر كان البرادعي. اتضح ان السيسي كان طرطور وليس له علاقه باختياره اصلا، وان اللي اختارته السفيره الامريكيه. اللي احنا كنا بيتم مساومتنا في قبول البرادعي في مقابل اي عدد من الوزارات احنا عايزينها. عايزين اربع وزارات خمس وزارات، لو احنا كنا حزب انتهازي ده عرض عليكم كده؟ امر السفيره الامريكيه. السفيره الامريكيه عرضت في مكالمه تليفونيه تعرض وعايزه البرادعي يجي رئيسا للحكومه هي السفيره الامريكيه. والسفيره الامريكيه بنفسها كانت تتصل بالاحزاب وتتفاوض معاهم، يا حزب كذا انت تاخد كام وزاره، وانت يا حزب كذا تاخد كام وزاره. يعني حتى هي السفيره الامريكيه ما كانت مستغربه ازاي نقول لها خد مثلا وزارتين ثلاثه اربعه وما تقبلش. وعليه دور السيسي القوي ده كان دوره بوسطجي، ياخد الورق من السفيره الامريكيه يسلمه العدل عبد الصبور يبسم عليه. هي السفيره الامريكيه كانت بتشكل الحكومه المصريه؟ ما انا مش فاهم. انا بقول لحضرتك يعني تبقى هي اللي بتشكل الحكومه وبتحدد تاخدوا كام وزاره. طبعا العميل الامريكي قال للسفيره الامريكيه انصحكم بلاش البرادعي، شوفوا حد تاني. احنا كان ردينا اللي احنا جماعه هاتوا حكومه تكنوقراط. هنا مساعد السفيره الامريكيه قال لها يا سياده السفيره هناك شخصيه اخرى خمرانة وبيتنسى كرامة بسحاش من السكر والشعب لا يعلم عنه شيئا يصلح انه رئيسا للوزراء. والراجل ده على ضمانتي لان انا عملت منه من شوية شويين علمانيين حزب اسمه المصري الاجتماعي الديمقراطي. طبعا احنا نازلين في الانتخابات دي باسم الكتلة المصرية وده تجمع لاكبر حزبين علمانيين ليبراليين مع الدولة المدنية، حزب التجمع اللي هو كان يساري اساسا بالدكتور رفعت السعيد، حزب المصري الديمقراطي برئاسه الدكتور ابو الغار، ومصريين الاحرار. مصر الديمقراطي هو جزء من الشعب المصري له اتجاه واضح. بل ان مدير مكتب باسم عوده طلع قال ان مكتب وزير الدفاع اتصل بالدكتور باسم قال له تعال امسك الوزارة. يعني حكومة الانقلاب كانت عاوزاه يبقى وزير التموين. من طلب من الدكتور باسم عودة ان يستمر في حكومة الدكتور الببلاوي؟ مكتب وزير الدفاع اتصل بالدكتور باسم اكتر من مرة. حضرتك تلقيت هذا الاتصال بنفسك؟ بالضبط. بعد ما اتصلوا بيه مكتب مجلس الوزراء اتصل، رديت قلت له حضرتك كان في مكالمة للدكتور باسم، قال لي ايوة ده مكتب سيادة الفريق عاوز يكلم معالي الوزير. قلت له حاضر هبلغه. وبالبحث اتضح ان نجيب ساويرس هو الذي اصدر تعليمات لوزاره الدفاع والسيسي ان يتصلوا بباسم عوده كي يعينوه. انا بناشد وزير التموين السابق وهو واضح انه كان شخص ناجح الاخوان باسم عوده، ووزير الاستثمار الشاب اللي كان اسمه يحيى واضح انهم كانوا كوادر، وحتى الدكتور عمرو دراج بس يخف علينا شويه في التويتات اللي ببعتها امريكا دي كلها اللي مش مظبوطه يعني برضو كان راجل قادر وزير التعاون الدولي يجي يكملوا معانا. لكن طبعا الوزير الناجح باسم رفض ينفذ تعليمات ساويرس والسكرتير بتاعه السيسي. دكتور باسم قال لي الناس دي فاكرانا ان احنا بنبيع مبادئنا، اللي انا هلهث ورا منصب وهروح اشارك في حكومه انقلاب. ايضا الشعب فوجئ بان لجنه العسكر المشكله لكتابه دستور العسكر 2014 اتخذت قرارا غريبا جدا بان الجلسات تكون سريه. وهذا ما لم يحدث في اللجنه بما انها كانت سريه بما انها كانت مغلقه والناس والشعب لم يعرف شيء، فاذا الحوار المجتمعي غائب. وانت حضرتك هتسلم المشروع للرئيس بدون ما الناس يطرح على الشعب؟ الشعب كان على اطلاع بكل التقارير. كيف وما انتم كيف حضرتك نقلتوا الى الشعب؟ اذا كنا احنا الصحفيين ما كناش على اطلاع. وازاي حضرتك كنا احنا اصلا ما كناش اكثر المطلعين. بالبحث اتضح لنا ان هذا هو قرار البابا توادرس. حضرتك ايضا التقيت بخصوص الدستور بقى بالسيد عمرو موسى رئيس لجنه اعداد الدستور في اجتماع خاص، وان لجنه العسكر لكتابه الدستور نفذت تعليمات البابا حرفيا.
الدستور ده عامل زي الجنين اللي بيتكون، لازم يبقى مخفي على العين فترة، هيقعدوا 60 يوم عمل يناقش الدستور، مفروض لا ينطقوا بأي تصريح صحفي نهائي. بتعميق البحث اتضح لنا ان السيسي لم يكن الحاكم العسكري الوحيد الطرطور، انما اتضح لنا ان كلهم كانوا طراطين. مثلا الحاكم العسكري مبارك، من كان الرجل القوي الذي كان يختار البرلمان ويعين الاعضاء ويصدر القوانين ويقول الوزراء؟ احمد عز. طيب بالحديث عن احمد عز، حضرتك قلت مجلس عز، مين اللي كان بيحميه؟ يعني لما واحد يقول للسيد عمر سليمان انا مش موافق على 125، يبقى مين اللي كان بيحميه؟ مين اللي كان بيحميه؟ احنا اللي بنسمع. لك انت تصور، ما هو يا رئيس الدوله يا نجل رئيس الدوله، ما فيش غير كده. احمد عز هو نجم الفساد السياسي والاقتصادي في البلد. احنا بقينا دوله احمد عز في وجود الرئيس مبارك، وانا بقولها له اهو. بالبحث اتضح لنا ان اللي عين احمد عز في الحزب الوطني هو السفير الامريكي، والذي كلفه باختيار النواب والقوانين واختيار الوزراء والمسؤولين، واصبح يتحكم في شؤون مصر هو السفير الامريكي. كان في سفير امريكي في مصر اسمه فرانك ويزنر. ده صحيح. ففرانك ويزنر ده تقرب من جمال وجمال فتح له السكه على اساس ان هو ينجحه امريكيا واسرائيليا. ده اللي كان يهمه. رضا امريكا واسرائيل. بالظبط. فلما فرانك ويزنر طلع معاش، جمال مبارك عينه مستشار ليه. لجمال مبارك. هو ده فرانك ويزنر اللي عرفه ببطرس غالي. هو ده اللي عرفه باحمد عز. ايوه. فرانك ويزنر هو اللي عرف جمال مبارك باحمد عز. ايوه، كان بيجي فرانك ويزنر ونلاقي معاه حد يسيب الحد بره ويخش هو، وبعد كده يجيبه ويدخله. فاحنا كنا بنستغرب مين الواد ده. محمد عز كده كان بيجي. ايه ده؟ ده في الرئاسه؟ لما كنا احنا موجودين. مين ده؟ جاي عايز ايه ده؟ بعد شويه مثلا بعد شهرين ثلاثه، يعني اول دخول احمد عز للرئاسه كان عن طريق فرانك ويزنر السفير الامريكي السابق. جه معاه. اذا رجعنا الى عهد الحاكم العسكري السادات، اكتشفنا انه خد قرار بتغيير مجلس الوزراء وحل البرلمان وإقالة وزير الحربية الذي كان رئيس عمليات القوات المسلحة في حرب أكتوبر النصر الوحيد في 200 سنة، كان بناء على تعليمات أمريكا. قالوا له لابد بناء على تقييد كامب ديفيد تغير مجلس الوزراء وتقيل وزير الحربية وتحل مجلس الشعب، والسادات ظهره بصم. ولما نعود للوراء قليلا نجد أن زعيم العسكر جمال عبد الناصر الذي صوره لنا إعلام العسكر أنه كان حاكم مصر بالحديد والنار، اتضح أيضا أنه كان طرطور. فالذي كان يعين رئيس الوزراء في عهده كان السفير الأمريكي، وهذا بشهادة أعضاء المجلس العسكري. المجلس العسكري اللي عبد الناصر يعني زعيمهم عاش الدور وقرر أنه يختار السنهوري باشا رئيس مجلس الدولة رئيسا للوزراء. فجأة خبط عليهم في الاجتماع مندوب السفير الامريكي واصر على الدخول. المهم بلغهم ان السفير الامريكي معترض على تعيين السنهور رئيسا للوزراء. هنا بقى اعضاء المجلس العسكري الضباط الوطنيين الاحرار بتوع استقلال مصر وسياده مصر قالوا له علم وينفذ يا باشا يا سياده السفير. بل انه بالرجوع للخلف اتضح لنا من واقع مذكرات الرجل الذي اصطحب الملك الذي كان مرافق للملك يوميا في سهراته وجلساته وكل شيء، اتضح ان الملك فاروق ومن قبل ابوه الملك فؤاد لم يكونا يعينان اي رئيس وزراء او يقيلانه الا بناء على تعليمات السفير الانجليزي في القاهره. وفي مره توهم الملك فاروق مثلما يتوهم الشعب المصري الان ان السيسي هو الحاكم العسكري للبلاد، توهم انه حاكم مصر ورفض طلب الانجليز انه يعين النحاس باشا اللي بيقول انه زعيم وطني، رفض انه يعينه رئيسا للوزراء. فقام الجيش الانجليزي بمحاصرة قصر الملك، واحد الضباط الانجليز خسر الباب برجله على الملك وقال له احنا عزلناك عن حكم مصر. قال لهم لا، سيبوني بس على كرسي الحكم وانا عيلكم النحاس وام النحاس وخلت كل اللي انتوا عاوزين.
ومما سبق يتضح لنا أن الحاكم الفعلي للبلاد هو السفير الأمريكي ومساعديه من أمثال ساويرس.